بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد تكاثرت علي الأسئلة بشأن كأس العالم والكأس الكروي ومونديال قطر وغير قطر، يعني ليس لأنه في قطر بالذات، لكن يعني قطر بلد عربي ومسلم، لذلك الأمر يعني صار الأمر يعني له خصوصية أكثر من باقي الأماكن. وقد تكاثرت هذه الأسئلة، وكنت أنوي أن أعرض عنه صفحا، ولكن لما تكاثرت أعطي قواعد عامة في هذا الباب. أولا، هل يجوز هذا الاحتفال شرعا؟ والحكم في كرة القدم، وهناك أناس يعني لا يبالي بحكم الله سبحانه وتعالى، مهما كان هو سيفعل ما في رأسه، وهناك آخرون سيتخذ هذا سخرية ونكتة، وهناك من يبغي فعلا أحكام الله سبحانه وتعالى. المشكلة أين؟ المشكلة في الفرقة الوهابية التي جعلت هذه المواسم، كل المواسم التي تمر بالناس موسما، كما أرسل بعض المعلقين يقول يعني هو موسم للتنكيد على الناس، ما دام مناسبة دينية أو غير دينية في الوهابية لابد أن يتصدر الموقف من أجل يعني الفتاوى المعروفة لأولئك الناس. واحد من هؤلاء وددنا عليه في تسجيل سابق، يعني شيء مضحك جدا، يقول لعبة كرة القدم حرام. لماذا حرام؟ يقول لأنها حكم بغير ما أنزل الله. سذاجة غريبة في التفكير وبساطة، كيف يقول هذا حكم وهذا الحكم يحكم بغير ما أنزل الله؟ طبعا تحدثنا عن هذا، وبين سخف هذه الطريقة في التفكير والسطحية التي في عقول هؤلاء الناس، شيء طبيعي لأنهم يحاربون العلوم العقلية والعلوم المعيارية، فلا غرابة أن يكون عندهم هذه السذاجة في التفكير. هناك عدة أشياء في هذا الباب لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. الشريعة شاملة لكل حياة الناس، ما من نشاط من أنشطة الناس إلا والشريعة لها فيه حكم. هناك أشياء صرحت الشريعة بتحريمها أو بكراهتها أو بوجوبها أو إلى آخره، وإذا لم نجد شيئا من ذلك ولم يكن هناك مضرة ولا مفسدة ولا يدخل تحت أصل ممنوع، فالأصل في الأشياء الإباحة. فقضية أن الشريعة لا علاقة لها بهذا، هذا تفكير العلمانيين ليس تفكير المسلمين. الشريعة حاكمة على تصرفات الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا حتى بينه. هذه أول قضية منهجية. القضية الثانية، كرة القدم ما تكييفها؟ هو نوع من الألعاب، الأصل فيها أنها للرياضة لحركة الجسد، ولا بأس أن تضبط هذه بقوانين وأنظمة هكذا تنظم حركة الناس. إلى هنا لا يوجد أي إشكال في هذا الباب، وهو من قبيل المباحات. والمباحات عندنا يمكن توجيهها بالنية، تقوية الجسد مقصد شرعي، أن يكون للمسلمين وجود في هذا الباب في هذا الشأن. وهذا الآن العالم تغير، هذه وسيلة أيضا للإعلان حتى يستمع الناس، لأنه إذا جلست تحاضر في الناس عن الدين وعن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم كثير منهم ليس عنده وقت ليستمع إليك، وهذا الأمر لا يعنيه، يعني ماذا سأستفيد؟ هكذا يفكر. إذن مباح، ينظم بقوانين تحده، لا إشكال في هذا الأمر.
هذا حلال. بقيت نقطة أخرى وهي قضية كشف العورات. كشف العورات في الشريعة حرام، عليهم أن يبحثوا عن حل لهذا الموضوع. هذا شأنهم ليس شأننا، نحن نقول هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، فالفخذ عورة، يلبس ثيابا رقيقة، يلبس هذا سروال طويل كما نحن نفعل، نحن نذهب للسباحة نلبس سروال طويل، وأمر حتى الحمد لله بفضل الله صار قد فرضناه على الناس. يعني قبل حين، قبل 30 سنة كان مستغربا مستنكرا، الآن الناس بدأوا يعتادون على هذا الأمر. يعني نحن فرضنا عليهم هذا الأمر، فرضنا عليهم هذا الواقع أن هذا السروال الطويل ساتر للعورة. فالمسلم يجب أن يكون له شخصية مميزة، مميزة تميزه عن غيره. كشف العورات حرام، هذه قضية منتهية. تحب أن تلعب، لعبنا كرة قدم زمان، وإن كانت هذه اللعبة ليست مفضلة بالنسبة لي، أنا أحب كرة الطائرة كما تحدثت سابقا، أراها يعني ألطف من هذه اللعبة. إذن مباح، مباح. طيب هناك قضية أخرى تلتبس بهذا الأمر. يعني في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء مشابهة بهذا الأمر، مشابهة لهذا الأمر. السبق كان موجودا، سبق الخيل كان موجودا من قديم الزمان، وهي أنشطة رياضية مشابهة، وتفوز، يفوز أحد المتسابقين، وربما يعطى جائزة إذا كانت من محلل من طرف آخر، لا إشكال في هذا الأمر. إذا كانت بينهما يعني الذي يفوز هو الذي يأخذ إن دخلنا فيه المقامرة أو الرهان الممنوع شرعا، فلا بد من طرف محلل أجنبي حتى يحل أخذ هذه الهدية. يعني الشريعة واسعة، بابها واسع، أجازت أنشطة رياضية كانت العرب تعرفها أيام النبي عليه الصلاة والسلام. المصارعة كانت موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك في المصارعة، بل شارك في السبق عليه الصلاة والسلام. هناك مسجد في المدينة اسمه مسجد السبق، فالإسلام يعني دين متحضر، ليس دينا جامدا، وليس على طريقة الوهابية البسطاء. هنا نقطة أخرى، هذه الأموال الكثيرة الهائلة التي تنفق إذا كان لمصلحة شرعية مرعية، مثل تحسين البنى التحتية، البلاد تحتاج إلى تحسين البنى التحتية، تحتاج إلى مترو الأنفاق، تحتاج إلى مرافق، إلى حدائق، إلى كذا، هذه أشياء مفيدة وهي باقية يعني نعم استغل الظرف من أجل هذا، هذا شيء حسن. ولكن إذا أنفقت نفقات زائدة في غير محلها، الله تعالى سيحاسبنا على هذا الأمر. فهو إما صرف وإما تبذير. الصرف أصله مباح، ولكن الكثرة منه حولته إلى باب الحرمة. التبذير قليله وكثيره حرام، هذا الفرق بين الإسراف والتبذير. المحافظة على المال مقصد شرعي، وأولئك الناس أهل الحل والعقد في كل بلد، هم يقدرون إذا كانوا من المسلمين يقدرون. أنا لست من أهل السياسة ومن أهل الحكم، ولا أجامل أحدا في هذا الباب، لو كان من هذا من المنكرات لقلت هذا منكر، وأنا أبين هذا الأمر بالصريح المريح. إذا كانت هناك أشياء تنفق في غير طاعة الله فهي حرام قطعا، وهي من باب التبذير. إذا كانت أشياء هي من قبيل المباح، ولكن الزيادة الواسعة عرفا بحيث يتلف أموال بلا فائدة، هذا صرف وهذا حرام، وهم سيحاسبون عند الله تعالى. هم المسؤول، لست أنا المسؤول. أنا أعطي قواعد عامة لكل الناس. يقول لي 240 مليار دولار أنفقت في هذا المونديال، أنا لا أدري أنفقت أين. هذه الدول لها مصالح، قد تكون عقود وشركات، قد تكون بنى تحتية، قد تكون أشياء كذا، لذلك لا تتعجل، لا تتعجل، قد تكون توسيع المطارات، قد تكون كذا، فكلها أشياء نافعة للبلد، وكل هذا محسوب. فإذا هم يعني إيش القاعدة عندنا في الشريعة، تقول تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، مصلحة الأمة، عليه أن يسعى لمصلحة الأمة.
هذه المصلحة بشرط أن لا يخالف فيها دين الله سبحانه وتعالى. نقطة أخيرة، قاموا سمعت بدعوة بعض الناس من أجل الدعوة إلى دين الإسلام، هذا الشيء حسن يشكرون عليه، وإن اختلفنا مع بعض أولئك الناس ورأينا بعض هؤلاء الناس ليسوا أكفاء للتعليم الديني، ولكن لهم قبول عند الناس وهم يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نحذر من يتخذهم شيوخا في الدين، أما من يستفيد من الموعظة أو الكافر الذي يسلم على يديهم، هذا حسن، هذا شيء عظيم جدا، لأنه يخرج من نار الله الموقدة الدائمة الخالدة إلى الإسلام. بلا شك مسلم مبتدع أهون من كافر، فإذن يشكون على هذا وما قصدوا إلا خيرا. بلا شك لنا مواقف من كل الشخصيات التي ذكرت، شخصيات ليست علمية، ولكن في باب دعوة غير المسلمين للإسلام الباب مفتوح لكل الفرق، ما دام تخرج الناس من الكفر إلى الإسلام فجزاك الله خيرا، لكن في باب الحق لا، الحق مع أهل السنة والجماعة. فإذا هذه خلاصة ما عندنا في هذا الباب. افرحوا وامرحوا بشرط أن لا تعصوا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نقوله. هل يجوز لأن أتابع هذه المباراة؟ يجوز، لا إشكال في هذا، مباح. وبلا شك لما كان يحصل سبق أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو يحصل مصارعة، والنبي عليه الصلاة والسلام صرع ركانه في الحديث المشهور، كان الناس ينظرون ويتفرجون، فإذا الأمر فيه سعة، ليس هناك مشكلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.